اهلا بكم اعزائنا المشاهدين. ان شاء الله في الفيديو ده نقدم لكم موبايل خرافي، موبايل خارق من شركة فيفو، هو الفيفو اكس 100 الترا. في الفيديو ده تعرف كل حاجة عن الموبايل، تعرف مواصفاته، تعرف عيوبه، تعرف سعره. مش هتخرج من الفيديو ده الا لو انت عارف كل كبيرة وصغيرة عن الموبايل. متنسوناش من اللايك الجميل، ويلا بينا نبدأ ونقول بسم الله. نتكلم على الشاشة، فالشاشة من نوع اموليد، القياس بتاعها 678 من 100 بوصة، والدقة بتاعتها 3200 في 1440 بكسل. الجودة بتاعت الشاشة دي كواد اتش دي بلس، كثافة بكسلات 517 بكسل لكل بوصة. الشاشة دي درجة سطوع بتاعها أو أقصى درجة سطوع بتوصل ل 3000 شمعة. معدل تحديث 120 هرتز. الشاشة دي بتدعم ال اتش دي ار والدولبي فيجن، وبتدعم 1 مليار لون. الشاشة اللي في الموبايل ده شاشة خرافية ومفيش أي تعليق عليها. نتكلم هنا عندي على التصميم. تصميم الموبايل جاي كله من الإزاز مع فريم من الألمونيوم. وزن الموبايل 229 جرام، يعني نوعا ما وزنه تقيل في الإيد شوية. الموبايل ده في مقاومة للمية والغبار بشهادة IP69، يعني لو نزل منك في المية لمسافة متر ونص لمدة 30 دقيقة مش هيجراله أي حاجة. بالنسبة للتصميم، تصميم مميز جدا وشيك جدا مع مقاومة للمية والغبار. اما لو هنتكلم عن المعالج المستخدم في الموبايل ده، فهو من شركة كوالكوم، هو السناب دراجون ال 8 جين 3. ده معالج ثماني النواة، دقة التصنيع بتاعته 4 نانومتر، والمعالج الرسومي اللي موجود فيه هو الادرينو 750. المعالج ده معالج قوي جدا، هو افضل او اقوى معالج حاليا موجود بالنسبة لاجهزة الاندرويد. فالمعالج ده هتاخد منه اداء خرافي سواء في الاستخدام اليومي او في الالعاب. اما لو هنتكلم على السوفت وير المستخدم في الموبايل ده، فهو اندرويد 14 مع واجهة فيفو الاورجن او اس 4. اما لو هنتكلم على البطارية في الموبايل ده، فهي 5500 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع 80 واط، وبتدعم الشحن اللاسلكي 30 واط. الموبايل عندي هنا بيدعم شبكات ال5 جي، ومفهوش مكان للاسف لتركيب كارت ميموري. اما لو هنتكلم على الكاميرات، فالكاميرا السيلفي 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F2 45 من 100، وبتدعم ال HDR وبتصور معاك فيديوهات لحد 4K. الكاميرا الأمامية هتاخد منها أداء كويس جدا. أما الكاميرات الخلفية، فالكاميرا الأساسية 50 ميجا بكسل فتحة عدسة F1 75 من 100، وفيها مثبت بصري وبتدعم الليزر أوتو فوكس. الكاميرا التانية 200 ميجا بكسل فتحة عدسة F2 67 من 100، وهي بتاعة التليفوتو أو التقريب، بتقرب معاك لحد 3.7 إكس بدون ما تخسر اي تفاصيل، وطبعا برضه فيها مثبت بصري. الكاميرا الثالثه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه F2 2.2، ودي بتاعه الالترا وايد او التصوير بزاويه واسعه. الكاميرات الخلفيه هنا هتديك اداء خرافي. مع الكاميرات دي هتلاقي في فلاش، والعدسات اللي في الموبايل ده جايه من شركه زايس، والكاميرات هنا بتصور معاك فيديوهات لحد 8K. بالنسبه للكاميرات الخلفيه زي ما قلنا هتديك اداء خرافي. الموبايل نازل بأكتر من إصدار. أول إصدار أو أول نسخة هي ال 256 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 12 جيجا رام. تاني نسخة هي ال 512 جيجا مساحة تخزين داخلية مع 16 جيجا رام. تالت نسخة هي ال 1 تيرا بايت مساحة تخزين داخلية مع 16 جيجا رام. ونوع مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4، ونوع الرامات من نوع LPDDR5X، ودول أحدث حاجة عشان يدوك أداء خرافي. الموبايل هنا مفهوش منفذ 3.5 مللي بتاع السماعات. هتلاقي فيه سماعات ستيريو، هتلاقي فيه NFC، هتلاقي فيه IR اللي هو تقدر تستخدم الموبايل كرمود للأجهزة الكهربائية. هتلاقي فيه بصمة تحت الشاشة، ودي من نوع الألترا سونيك، ودي بصمة سريعة جدا عكس البصمات العادية. هتلاقي فيه فيس أنلوك، هتلاقي إن أنت تقدر تعمل تبعت رسايل وتعمل مكالمات عن طريق القمر الصناعي. معظم المستشارات هتلاقيها موجودة في الموبايل ده. الموبايل ده نازل معاك بثلاث ألوان، هو اللون التيتانيوم والأبيض والرمادي. سعر الموبايل ده كام؟ سعر الموبايل ده للنسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام هو 900 دولار، والنسخة اللي هي 1 تيرا بايت مع 16 جيجا رام هو 1105 دولار، أو ما يقابل الرقم ده في عملة بلدك. سريعا بقى كده هنقول ايه هي أهم مميزات الموبايل ده وايه هي أهم عيوبه. هنتكلم بقى عن المميزات. في مميزات كتيرة جدا في الموبايل ده. تصميم شيك جدا مع مقاومة مياه وغبار، دعم لشبكات ال5G، شاشة خرافية، معالج خرافي، أحدث سوفت وير موجود حاليا أندرويد 14، مساحات تخزينية كبيرة
مع رامات كبيرة بتبتدي من 256 و12 جيجا رام لحد 1 تيرا مساحة تخزين داخلية مع 16 جيجا رام. كاميرات سواء الأمامية أو الخلفية هتديك أداء خرافي. سماعات ستيريو في الموبايل، في NFC، في IR، عندك بصمة ألتراسونيك، عندك في فيس اللوك، عندك تقدر تعمل مكالمات ورسائل في حالة الطوارئ عن طريق القمر الصناعي، عندك بطارية عملاقة 5500 ملي أمبير مع قدرة شحن 80 واط. في بعض العيوب في الموبايل ده تستحقش تذكر إن هي عيوب، ولكن هنقولها، وهي إن هو مفهوش مكان لتركيب كارت ميموري، مفهوش منفذ 3.5 ملي بتاع السماعات، وزن الموبايل نوعا ما تقيل في الإيد شوية. أتمنى يكون الفيديو ده عجبكم.